السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل الجاتو زي ما انتوا شايفين كده، طالع روعة. هنا عملت جاتو فانيليا وجاتو شوكولاتة بطريقة بسيطة خالص وبتكلفة بسيطة. هتقومي ان شاء الله دلوقتي تعمليه حالا لانه سهل جدا وبسيط. تعالي نشوف انا عملت ازاي. هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف انا عملته ازاي. اللي اول مرة يشرف قناتي ويشوفني ياريت يشترك في قناتي ويدعمها. وهنا دي معايا مقادير كيك الجاتو زي ما انتم شايفين، بسيطه خالص زي ما بقول لكم، سهل جدا. معايا ربع كيلو دي اسبونج، ومعايا 3 بيضات وربع كوبايه ميه، ميه عاديه من الحنفيه. وهنا معايا اساج 30 في 40 ومبطناه بورق زبده زي ما انتم شايفين. هنا حطيت البيض والميه والدي الاسبونج وهضربهم بالمضرب كويس. اهم حاجه لازم تضربيهم بمضرب، مش هينفع تعمليه في خلاط ولا تعمليه بمضرب عادي، لازم تعمليه بمضرب كهربائي او لو عندك عجانه. زي ما انتم شايفين كده انا ضربت الدقيق الاسبونج حوالي 10 دقائق لحد ما يدينا القوام اللي هتشوفوه دلوقتي معايا. وفي نفس الوقت ده انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200 علشان كيك الجاتوه ما بياخدش وقت خالص في الفرن. لو قللتي درجة الحرارة هيطلع ناشف معاكي ومش حلو، فلازم تعلي درجة حرارة الفرن، هيستوي معاكي بسرعة ما بياخدش 10 دقايق في الفرن. وزي ما انتوا شايفين قوام الكيك الاسبونج كده معايا بعد ما اتضرب حوالي 10 دقايق، وحطيته كمان في الصاج وهفرده كويس قوي في الصاج علشان اخليه كله سوا واحد. لازم تفردي كويس الاسبونج في الصاج كويس علشان يبقى كله متساوي، يبقى طالع معاكي قطعة واحدة كلها متساوية كده زي ما انتم شايفين. هفرده بقى كويس في الصاج بالطريقة دي. وحاولي تظبطي كل الجوانب اهي زي ما انت شايفة كده. وهظبطها كمان كده بالسكينة اللي معايا او بالسباتشولا لو موجودة عندك. بس بالشكل ده هخبط الستاك كده خبطتين برضو علشان لو في هوا من جوه ولا مكان ما يكونش فيه كيك هيتملي كيك وكله يبقى متساوي كده زي ما انتم شايفين. بس كده طلعت ودخلته الفرن على الرف الاوسط درجه حراره 200 زي ما انتم شايفين كده، طالع معايا تحفه. بصوا استوى، وكمان الاسبونج طالعه معايا طريه جدا. وهنا هعمل الاسبونج الكاكاو برضو بنفس الطريقه، اللي هي 3 بيضات وربع كوباية مية وربع كيلو اسبونج كاكاو. اهو شكله بعد ما اتضرب كويس. وبعد كده هفرده برضو في الصاج. انا عملت اللي على فكرة، عملت الاسبونج كاكاو في فترة مكان الاسبونج الفانيليا في الفرن، لان الاسبونج ما بياخدش وقت خالص في الفرن. طلعته وحطيته في الصاج وغيرت بس ورقة الزبدة. بس كده بالشكل ده انا غطيت كويس الاسبونج الفانيليا بس بعد ما برد شويه لحد ما كملت بقيه الكاكاو الاسبونج كاكاو اللي معايا. او زي ما انتم شايفين لازم بقى اشيل الطبقه اللي فوق دي علشان بتبقى طريه كده ومش حلوه وبتطلع معاكي في الكريمه، فلازم تشيليها كويس. بس كده انا شلتها كلها زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنقطع بقى الاسبونج معايا على 3 قطع علشان يبقوا 3 قطع فوق بعض، احطهم فوق بعض عشان يبقوا شبه شكل الجاتو زي ما انتم شايفين كده. انا قستها بالمسطره وعملت الثلاثه قد بعض بالظبط وقطعتهم. بس كده وهقص كمان كل قطعه كده بالورقه بتاعتها عشان احطهم فوق بعض، وهسيبهم شويه لحد ما نعمل الكريمه. وهكمل كمان باقي الاسبونج الكاكاو فما يلزقوش مع بعض، يعني لو قطعتيهم وحطيتيهم على بعض من غير ما يكون في عازل الكيك هتلزق معاكي على الكيك، فاهماني؟ فمش هتطلع معاكي بسهوله، فلازم يكون في عازل. فانا العازل اللي هعمله هنا الورقه الزبده، فبدل ما احط ورقه زبده تانية لا انا قطعتها كده وحطيتهم على بعض كده بالشكل ده. بس هغطيها برضو علشان ما تنشفش معاكي. وهنكمل بقى باقي
هنا الجاتو الشوكولاتة برضو هقطعه قسته كده الأول زي ما انتوا شايفين كنت معلماه، وبعد كده قطعتهم برضو التلاتة قد بعض وقصتهم وحطيتهم على بعض برضو بنفس الطريقة. هنا هنعمل بقى الكريم جانتيه. هنا معايا نص كوباية سكر او على حسب ما انت عايزة، شوفي السكر بتاعك قد ايه. هنا انا بحط نص كوباية بس، لو عايزة تزودي براحتك. وحطيت 700 جرام من المية المثلجة زي ما انتوا شايفين فيها قطعة من التلج. هدوب الاول السكر في المية وبعد كده هحط الكريم جانتيه. هنا معايا ربع كيلو كريم جانتيه خام، يعني ده خام من غير سكر بس كده، وهضرب كويس قوي بالمضرب لحد ما يدينا قوام زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، قوام تحفة. بس اهم حاجة ما تزوديش عن 700 جرام من المية، واعمليه بمية وتعملوهش بلبن، لان اللبن بيسيل الكريمة خالص ما بيخليهاش متماسكة. لكن هنا المية المثلجة بصوا بتطلعه متماسك وحلو ازاي وتحفة وقوامه حلو. هنا هشيل ورق الزبدة كده زي ما انتوا شايفين علشان هحط اجلس الجاتو بالكريمة. وهحط كده طبقة من الكريمة زي ما انتوا شايفين، طبقة حلوة محترمة كده علشان تدينا طعم حلو وتبقى باينة معاكي في الجاتو. زي ما انتوا شايفين الكريمة معايا متماسكة خالص، على فكرة ما حطيتهاش في التلاجة، انا عملتها واشتغلت بيها على طول. بس اهم حاجة لازم تكون نوع الكريمة حلو، يعني يكون جايبة نوع كريمة حلو عشان يطلع معاكي بالشكل ده كده. وحطيت الطبقة التانية وحطيت برضو طبقة كريمة. ان انت تحطي الكريمة كده بكيس الحلواني بيسهل عليك ان انت تظبطيها، ما تبقاش حتة يعني حتة عالية وحتة واطية، لا كده كلهم بيبقى مقاس واحد، الكريمة كلها بتبقى مقاس واحد. اي زي ما انت شايفة بضغط عليها كده بس عشان يتماسكوا مع بعض. واحط اخر طبقة خالص من الكريمة اللي هي الطبقة اللي بتبقى فوق كده بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت الطبقات كلها كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي اهم حاجة علشان تطلعي قطعة الجاتو متماسكة وتعرفي تقطعيها تبقى شكلها حلو، لازم تحطي الجاتو معينة في الفريزر اقل حاجة 4 ساعات. انا سبته في الفريزر حوالي ليلة كاملة، يعني سبته من بالليل للصبح علشان يديني نتيجة حلوة اقدر اقطعه كده بكل سهولة. بس كده انا كده عملت كمان شكل كده للجاتو من فوق بالترانش بالشكل ده، وهدخلها على طول على الفريزر. دلوقتي هعمل الكريمة بتاعت الشوكولاتة. هنا حطيت معلقة لبن بودر ومعلقة سكر بودر وشوية مية، وحطيت عليهم معلقة كبيرة كاكاو خام غامق. عايزه تستبدليها تحطي نوتيلا. وهنا ده باقي الكريمه حطيتها كده زي ما انتم شايفين، وهضرب بالمضرب لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. عايزه تستبدلي اللبن البودر والسكر بلبن مكثف عادي هيطلع طعمه حلو برضو، او بنوتيلا، فده براحتك وبايديك اللي انت عايزاه اعمليه. بس كده انا عملت الكريمه زي ما انتم شايفين لونها كده وطعمها كمان حلو. وعملت برضو طبقات زي الجاتو الفانيليا بالظبط زي ما انتوا شايفين كده نفس الطريقة، وهحطه برضو في الفريزر مع جاتو الفانيليا. وهنا خلاص كده تاني يوم زي ما قلت لكم طلعت الجاتو الفانيليا كده بالشكل ده. وهنا حطيت معايا مية سخنة علشان احط فيها الترانش اقدر اقطع الجاتو بسهولة ويطلع معايا قطع متساوية. يعني انا بحط الترانش في مية سخنة وبعد كده بمسحها بمنديل واقطع معايا كده زي ما انتم شايفين. اول حاجة هسوي الجناب كده بالطريقة دي، وكل البواقي اللي طالعة دي انا هستعملها في حاجة حلوة قوي، خليكي معايا عشان تعرفي انا عملت بيها ايه. يعني مش هنرمي حاجة، كل حاجة هنستعملها ونعمل بيها حاجات حلوة. بصوا انا سويت كده الجاتو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين، واهم حاجة لازم المية السخنة في الترانش علشان تطلع معاكي قطع متساوية كده. خلاص كده انا سويت الاحرف كلها بتاعت الجاتو. دلوقتي هنقطع بقى قطع الجاتو
برضو الطرنشة في مية سخنة، وهنا بقيس كده بإيدي 3 صوابع لكل قطعة عشان كل قطعة تطلع كلها قد بعض. وزينيها بقى بالحاجة اللي انت تحبيها، اي حاجة موجودة عندك ممكن تزينيها بيها. زي ما قلت لكم سهل جدا وما بياخدش وقت، وغير كمان ان هو تكلفته بسيطة. اي حطيت كده روزيتات على كل قطعة جاتو، واحط على كل روزيتا كريزة، حطي بقى شوكولاتة، حطي اي حاجة موجودة عندك، ممكن تحطي قطع فاكهة. عايزة اقولك ان طعمه تحفة، طعمه زي اللي بنشتريه من المحلات بالظبط. وهنا كمان حطيت صوص كراميل كده، زينت بيه كده حاجات بسيطة، زيني باللي موجود عندك. خلاص كده قطعة الجاتو جاهزة معايا زي ما انتوا شايفينها، شكلها حلو اهي، تكلفتها بسيطة خالص وطعمها زي بره بالظبط. وهنا كمان انا عملت باقي 1/2 كيلو الاسبونش اللي انا قلت لكم عليه، وحطيت كده زينته زي ما انتوا شايفين بقطع من المانجا. قطعت المانجا كده قطع مكعبات كده صغيرة، وهرصها كده فوق الجاتو بالشكل ده. واهم حاجة لازم اي نوع فاكهة تزيني بيه الجاتو او اي طرط لازم تلمعيه بجيلي تلميع او بعسل ابيض او بجيلي عادي من اللي بنشتريه من بره ونعمله عادي. اي حاجة تلمعه علشان الفاكهة لما بتسيبيها بتدبل وبلونها بيغير وبيبقى شكلها مش حلو، لكن الجيلي التلميع بيحافظ عليها، او لو حتى عسل ابيض برضو بيحافظ عليها وبيخليها شكلها حلو وبتلمع. بس كده انا عملت برضو القطع الجاتوه المانجا، بس هنا انتوا واخدين بالكم انا قطعت القطع كبيرة شوية علشان اقدر احط عليها الفاكهة اللي انا عايزاها. وهنا جاتوه الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين برضو طلعته من الفريزر، ومشيت على نفس الخطوات اللي عملتها في الجاتو الفانيليا عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو اكتر من كده. وهنا زينته بقطع شوكولاته، الشوكولاته دي انا بشرها بالسكينه، يعني مقطعها قطع كده صغيره بالسكينه عشان لو مبشوره قوي هتبقى مش باينه. ايه ممكن تحطي كده شوكولاته مبشوره زي ما انا عامله، او ممكن تعملي لها جناش شوكولاته برضو تحطي عليها، بس كده اسهل يعني. فانا جبت لكم اي اسهل حاجه في الجاتو علشان تعملوها عشان يطلع معاكي بسرعه ما تزهقيش منه. بس كده حطيت كمان روزيتا كده على كل واحده من الكريم جانتي، من نفس الكريم جانتي اللي احنا عاملينه، بس وحطيت على كل واحده برضو قطعه من الكريز. خلاص كده جاتو الشوكولاته معاكي جاهز. على فكره طعمه حلو، والشوكولاته مدياله طعم حلو قوي، والكيكه كمان تحفه. يعني الكيك الاسبونش ده تحفه بجد، غير اللي احنا بنعمله في البيت خالص. الكيك الاسبونش الجاهز ده هم اكيد حاطين فيه حاجه تخليه نفس الطعم ده، نفس طعم اللي احنا بنشتريه من بره من محلات. خلاص كده انا خلصت الجاتو الشوكولاته زي ما انتم شايفين، القطعه كبيره جدا ومشبعه جدا، يعني القطعه ممكن تكفي فردين مش فرد واحد. وهنا زي ما قلت لكم انا هعمل حاجه حلوه قوي من بواقي الكيك. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كل بواقي الكيك وحطيت عليهم قطع من المانجا في قالب، وبعدين حطيت طبقه من الكريم جونتي، وحطيت برضو قطع من المانجا كده تاني مكعبات صغيره تديها شكل من فوق. وهنا انا هحطها في الفريزر، بس هحطها في الفريزر يوم كامل، وبعد ما اطلعها من الفريزر هقطع القالب ده خالص، هقطعه بالمقص، وبعد كده هقطعها قطع جاتو هتديني قطع جاتو زي اللي احنا عاملينها. وكده احنا ما هدرناش في الجاتو خالص، اخدنا كل حاجة استغلناها وعملناها حاجة حلوة. وده الشكل النهائي كده زي ما انتم شايفين للجاتو، تحفة والله وطعمه تحفة بجد. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. تنسونيش بقى باللايك، واللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في قناتي ويدعمها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم.